خلونا نتعرف على مجموعة جديدة من التمارين اللي سهل ان احنا نمارسها في اي كان المكان، في البيت في المكتب. يعني في ناس كتير بيبقى عندها مشكلة في فكرة ان هي حابة تلعب رياضة لكن ما عندهاش وقت، في بعض الاحيان ما عندهاش حتى امكانيات ان هي تشترك من خلالها في جيم او في نادي الى اخره. ففي تمارين معينة، ومن هنا بتيجي بقى الحقيقة اهمية التقارير اللي من النوع ده، تمرينات سهلة وبسيطة ومهمة ومفيدة نقدر كلنا نمارسها بمنتهى البساطة والاريحية ايا كانت الحتة اللي احنا قاعدين فيها. هنتعرف على مجموعة جديدة من هذه التمرينات مع كابتن احمد عوض مدير جيم النادي الاهلي بالجزيرة. هنشوفه التمارين من خلال هذا التقرير ونطلع بعدها فاصل ونرجع بقى عشان نكمل الكلام. اتفضل. صباح الخير مشاهدينا العظام، صباح الخير جماهير الاهلي العظيمه. النهارده هنعمل شويه حاجات كده مهمه، ودي اهم من التمارين اللي المفروض بنتمرنها. ازاي نسخن في البيت او في اي مكان من غير اجهزه، من غير مشايه، من غير عجله؟ ازاي اعمل حركات رياضيه الغرض منها ان انا اسخن جسمي عشان اعلي المرونه في العضلات والليونه في المفاصل؟ يلا بينا كده نتعلم حاجات بسيطه مش محتاجين منها ادوات ولا مشايه ولا حبل ولا الكلام ده خالص. اتحرك في المكان، امشي، ده هنعمله قبل اي تمرين او اي حاجه هنعملها، حتى لو تمارين ايدين او رجلين او اي تمرين اعملها في البيت او هعملها في اي مكان، لازم اسخن كويس عشان ما يحصلليش اصابه، عشان احافظ على عضلاتي ومفاصلي من الاصابات. همشي في المكان بس لمده 30 ثانيه او عدي 30 عضله مشي، واحاول وانا ماشي يبقى ايدي عكس رجلي عشان يبقى في توافق عضلي عصبي في جسمي. خلصت مشي، هعمل ستيب يمين يمين، طبعا انا بشتغل برجلي الشمال بعكسكم، انا المرايه بتاعتكم كده. انا بعود بس الاشارات ان انا هتحرك برجلي دي كده 30 عده مثلا او 30 ثانيه، عايز اظبطها تايم، شغل ستوب واتش قدامي واشتغل بالتايم مفيش مشكله. بعد كده الرجل الثانيه نفس الكلام 30 ثانيه. اهم حاجه الرجل اللي انا واقف عليها ما تبقاش ثابته، لا تطلع وتنزل معايا عشان احمل على العضلات مش على الركبه. بعد كده ستيب يمين شمال، كده انا حضرت جسمي ان انا هتحرك من اليمين للشمال. احاول الارض اللي انا واقف عليها تبقى سجاده او زي حاجه تكون بتمتص الصدمات، مش ارض صلبه. ابتدي احرك ايدي مع رجلي، ايد عكس رجل كاني بقابل ايدي برجلي، عايز المس ركبتي، شد بطني وانا شغال عشان كده بشغل منطقه البطن معايا. نفس عشان دي تمارين بيسموها ايروبكس، تمارين هوائيه الغرض منها زياده الاكسجين داخل الجسم، في نفس الوقت نرفع درجه حراره الجسم عشان يسخن. استخدم ايدي مع رجلي كده، انا بسخن كل جسمي. هعمل مشي تاني في المكان، حد واحد اتنين تلاته وارفع رجل، رجل التانية، رجل رجل، حركات بسيطة ترفع درجة حرارة جسمي، في نفس الوقت هتزود ضربات قلبي عشان تدخلي في الزون بتاع الفات بيرن اللي احنا بنحرق بيه الدهون لمدة بالظبط 5 دقايق، مش هتكتر اكتر من كده. هعمل الحركات دي، ماشي تاني في المكان، هنعمل ستاب ايديا، هبتدي بقى بريك ستاب كيرل لورا، رجلي لورا، هعمل كده 30 ثانية، بعد كده ادخل عليها ايدي عشان يبقى عندي توافق عضلي عصبي بين ايدي ورجلي، هسحب بايدي لورا، طلع النفس وانا بسحب كده، انا بسخن عضلاتي كلها وفي نفس الوقت المفاصل تبقى جاهزة للتمرين. ارجع تاني ستيب 30 ثانية، اجهز بايدي تاني بعد ال 30 ثانيه، بايسبس كمان 30 ثانيه، ترايسبس زي ما انا ماشي مفيش مشكله، خلي رجلي لورا لورا لورا، كيك باك بايدي، رجلي ستاب باك، نفس تاني ستاب، حركات سهلة مش محتاجة مني ان انا بقى اكون بعمل جري ونط الحبل، لا هتسخن جسمي، تنفع لجميع الاعمار، للطفل للراجل الكبير.
ومش لازم يبقى بسرعة، ممكن بالراحة، كل واحد على حسب لياقته البدنية، محدش يزود على نفسه. ابتدي اعمل راوند شولدر اللي هي دوران الكتف لورا كده، بسخن منطقة الرقبة كمان. ارفع ايدي فوق، نفس مهم جدا في التمرين، انظم النفس. واحد فوق، هقفل وافتح مع ان انا انزل سنه تحت واطلع سنه زي السكوات كده بس لورا. اوبن كلوز، هفتح واقفل بروف. التمارين دي نعملها قبل اي تمرين، بعدين ماشي في المكان. اللي بقى يقدر او وزنه مش تقيل ويستحمل انه يعمل جامبنج هيبتدي يعمل حاجات فيها جامب، عشان هو الليفل بتاعه اعلى من اللي بيعمل حركات بسيطه دي، ودرجه جسمه وضربات قلبه تزيد بسرعه، عنده لياقه اعلى، فيبتدي يعمل شيفتي ويت كانه بينط الحبل خفيف. لازم اكسجين. بعد كده هينط على رجل واحده، ده اعلى، ده ليفل اعلى كمان. اللي ما يقدرش على الليفل ده ما يعملهوش، عشان ما يضرش ركبته ولا ظهره. 30 ثانيه يمين، بعد كده 30 ثانيه شمال، بعد كده 30 ثانيه ان اوت، نرجع تاني 30 ثانيه يمين كده، كاني بنط الحبل بالظبط. 30 ثانيه شمال، ستوب واتش شغال قدامي، عايز اعد بالعدد 1 2. اوكي، بعد كده 30 ثانيه صعب اكتر، سيزر، خطوه ورا وخطوه قدام. خلصت التمرين او التسخين، ما ينفعش اقف بالراحه. شفت مارش، باخد نفس، طلع النفس، كده جسمي لسه بيهدى. وهنا نبتدي بقى نتمرن، هتمرن بقى سكوات، رجلين، بوش ابس، اي تمرين في جسمي اقدر اعمله وانا جاهز من غير ما يجيلي اصابه. مع معلومه مفيده في الحلقه اللي جايه ان شاء الله.